عنده اختراق زين يا شيخ، اختراق زين على الساعة. شوف الإغلاق كيف، اللهم صل على النبي. صلي ما أنت صلي شايفني عليه. اليوم، قال لك قلبي يفز معه. أنا لما رجع قريب الثمانين يا راجل، شوفه والله العظيم إني ما طليت في الشارع، بس أعرف أنا كده لأني عارف حركته، إنه حيكون لو تجاوز 70 مرة تانية حيطلع فوق المتوسطات على الساعة، وممكن يصير عنده اختراق. وحصل الاختراق، شوف شوف الإغلاق. طيب خليني دقيقة، خليني أسأل الأشاميك وأشوف. ينصر دينك، شوف شوف، اي ما أقول لك، ما أقول لك الأشاميكو يسمع كلامي. شوف أنا ما يخيبني الأشاميكو، لما أقول لك أنا قلبي يفز مع زين، والله زين. شوف طلع مخترق السحابة، مبروك. أنا أقول مبروك مقدما لملاك زين. يلا بس خليه يعدي 14. هذه القمة على كم دي؟ هذه القمة على 14. طيب إذا كبرنا الصورة شوية، طيب إذا كبرنا، طيب ليش أنا حاطه على 60؟ خلاص خلصنا من 60 دقيقة، خليني أقلب على اليومي. طيب أعطينا جميع البيانات. شايفين يا شباب القناة الصفراء دي؟ ها؟ شايفين طموحنا في زين فين؟ هنا. والله يا جماعة طموحنا في زين هنا. بس في شيء حيكون قوي هنا. في شيء حيكون قوي هنا في دي المناطق. بعدين تنكشف هنا. طيب خليه أسبوعين. أسبوع. أسهم مجانية، أسهم مجانية. طيب إذا قلنا شوفوا مبدئيا عشان لا نشطح كثير، اقوى مطب يواجهه زين قبل التفكير بمناطق 18 و17 و19 هنا الشمنكحولي الكبير هنا، اذا اقتحم زين هذه المناطق. طيب هذه كم تقرا؟ عادي تقرأ عند 15 70 15 70 15 70 15 ونص. زين على شوفوا سبحان الله، لما تحطه على الشهري يكشف لك الشغل كله. شوف يعني ابو شيطانك يا مجرم، شوف السحابه على الشهر يا الله. يا ناس شوف، كل ما اجي اطل بفريم قلبي يفز معاه. شوف تخاف يروح يشرد في اي لحظه. شوف السحابه هاي، ايش رايك ابو يحيى انت ولد صاحب الاشاميكو؟ ايش خلاص رايك؟
أخذها بالأحضان. يقول لك باي باي، يا تلحق يا ما تلحق. تعرف هذا زين، لو اقتحم السحابة لأول مرة يقتحمها، لأول مرة يقتحمها، لا والله شوفين اقتحمها وما فلح، على طول جنى لأنه كان متضخم، هنا كان طالع طلعة قوية متضخم، أما هنا شوف سوى قمة، حيسوي قمة أعلى من قمة دحين أذكرك. طيب إذا قلت له أنا أبغى أشوف القناة، هذه كانت القمة كم هذه في 2019 اللي طلعت من السحابة الأولانية وما قدر يكمل. ايوه بس كان متضخم وقتها، جاي وصل 14 وشوي. طيب شوف الآن هذا الترند شايفه؟ ايه شوف شايف كيف ماطيق التيكر شارت، مو زي الان بروكر في القنوات معايا تقييم. شوف يا راجل، تنظر لها من عدة زوايا. لو جينا ننظر إلى الخطوط العرضية، الخطوط العرضية الرئيسية الاستراتيجية زي هذا القاع وهذا القاع وهذه القمة، نلاقي إنه نحن بمجرد حندخل فوق 14 حندخل في مرحلة أبعادها فين؟ شايف؟ كم يقرأين؟ 20 قريب 19 70 20 ريال. طيب لو رسمت الترند، لو رسمت الترند فين ابعاد سقف القناه؟ برضه جايه مع الخط الاسود قريبه 19. هذه قناتك، لو جيت نظرت له من المتوسطات مخترق كل المتوسطات. طيب ايش تبغى كمان؟ تجي له من هنا يجيك من هنا. لو جينا نبغى نتكلم عن موجه رئيسيه اساسا تاريخه من يوم ادرج في السوق في 2008 2009 مثلا، لو جينا رسمنا مسار هابط، شوف مخترقه ومختبره اخواني ايش باقي؟ كل شيء حلو في زين، سهم اسم على مسمى زين، الان صار زين، كل شيء حلو في زين، يعني من الاسهم اللي يبغى لها صبر ان شاء الله، ان شاء الله انه ما يخيب ظننا فيه، واللي اخذوه ب 12 ريال واخذوه بالمناطق دي دائما هم موعودين بال 50% دي قريب 18 و19 ان شاء الله. الله كريم. انا بس اشوف اذا تجاوزنا السقف ده اللي ما بين القمه دي مع القمة دي، هنا حيكون الكلام الكبير بسرعة. الهن هذا أظن عند 15 70 15 ونص، يعني نحن قدامنا 10% من هنا عشان نوصل هنا، وبعدين لكل حادث حديث. هنا تبدأ الحركة إيش تأخذ منحنى أكثر قوة للوصول إلى هنا. إيش رأيكم يا شباب؟ في أحد عنده تعليق على زين؟ عاجبكم اللي عاجبني ولا مو عاجبكم؟ أبو محمود المراعي والبحري كمان واقفين على سقف السحابة زي أنت، ما حضرت المراعي؟ ما حضرت البحري معانا قبل شوية؟ ها؟ دوبي رافعها على النت، مالها نص ساعة ساعة، روح شوفها. تونا مخلصين من المراعي والبحري، بس هو يمكن يقصد يقول لك انه حتى على حتى يعني سبحان الله انهم يقول لك طالعين، انه يمكن معناه هو يقول لك يعني انه برضه فيهم نفس الميزه حقت زين، انه على وشك يبغى ينفجروا للاعلى. ايوه هو يقصد زي كده. طيب وهذه كلها اشياء، عشان كده اقول لك الصبر على الشركات دي، ما زالت هي شركات قويه حتى لو انها ما تحركت. بس يا اخوانا انتوا فكروا، مين حيطلع السوق؟ كيف السوق اذا ناوي يطلع فوق 9000 كيف حيطلع؟ اذا ما يتحرك بحري، ما يتحرك زين، ما يتحرك
مراعي، ما يتحرك اتصالات، ما يتحرك. مين يبغى يطلع السوق؟ سوق للشركات اللي عليها المؤشر ما يفرفر الا بشركات من هذا الوزن.